مش فاقد الوعي. اذا كانت فاقد الوعي اول خطر يحضر في بالي هو احتماليه انسداد المسلك، واحد ما يعرفنيش في الحي، ما يعرفونيش باني مسلم متطوع، ما عنديش بدله تثبت. نسمع العيار. تلقيت تكوين تاعي في مركز متقدم بالقصر، وتلقيت تكوين على مرحلتين. المرحله الاولى كانت مسعف لكل بيت، ومن بعدها تلقينا ثانيك مرحله المسعف المتطوع الجواري، وكانت لينا تدخلات مع مصالح الحمايه المدنيه في الحملات التحسيسيه والخرجات الميدانيه كما رحنا معهم البرمة ونقوسة والحجيره وتكورت، وفي الحملات التحسيسيه خاصه في فتره الكوفيد كانت لينا تدخلات كعنصر نسوي. دخلنا للمنازل وحدثنا مع ربات البيوت تحسيس الحملة الوقايه من انتشار الوباء هذا، وكانت لينا معهم تانيك مناورات مع مصالح الحمايه المدنيه باش نوعيوا الناس على التدخلات العشوائيه ضد الحوادث هذه المنزليه.